السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى نشرة أخبار الرياضة مباشرة من تلفزيون الجزائر. والبداية بالعناوين: شباب الوزداد يواجه الزمالك المصري سهرة اليوم بحثا عن تكرار فوز مواجهة القاهرة ووضع قدم في الدور القادم، وشبيبة القبائل ينهي استعداداته لملاقاة بيترو أتليتيكو. في بطولة الرابطة المحترفة، مولودية وهران يتعثر مجددا بالتعادل مع شباب قسنطينة، واتحاد بسكرة يرتقي إلى الرتبة السابعة إثر فوزه على أمل الأربعاء. الدراج الجزائري يوسف رقيقي يفوز بالجائزة الكبرى لطواف الجزائر الدولي في المسلك المغلق وسط العاصمة. ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بالماضي يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي النيجر. أهلا بكم. إذن بداية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بالماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024. القائمة التي تضمنت 25 اسما ضمت 6 لاعبين جدد، حيث استدعى 4 مدافعين للمرة الأولى وهم جيتون من باستيا الفرنسي، وبالعيد من اتحاد الجزائر، وأيت نوري من وولفرهامبتون الإنجليزي، وحجام من نانت الفرنسي. أما في الهجوم فتضمنت القائمة للمرة الأولى ثنائية الدور الفرنسي بوعناني من نيس وشعيبي من نادي تولوز. في المواجهة القارية وفي المنافسة القارية يطمح شباب بلوزداد لتكرار فوزه على الزمالك المصري حينما يستضيف سهرة اليوم بملعب 5 جويليا الأولمبي لحساب الجولة الخامسة من مجموعات دورية أبطال إفريقيا. ويوجد رجال المدرب نبيل الكوكي في جاهزية تامة لتحقيق الفوز وضمان التأهل نحو الدور ربع النهائي بعدما أكملوا استعداداتهم أمس في آخر مران تحسبا للمواجهة المهمة. يذكر أن الشباب يحتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط خلف المتصدر الترجي التونسي ب9 نقاط. مشاهدينا، لمعرفة الأجواء بملعب 5 جويليا قبل ساعتين على موعد المباراة، ينضم إلينا مباشرة من هناك مفد التلفزيون الجزائري أنيس مزيان. مرحبا أنيس، كيف هي الأجواء هناك بملعب 5 جويليا وكيف تبدو حظوظ شباب بلوزداد؟ مرحبا زميلي علي، مرحبا بالجمهور الرياضي الكريم. إذا قبل ساعتين من بداية المباراة مهمة أو نقول منعرج الموسم بالنسبة لشباب بلوزداد بين أبناء العقيبة وبين نادي الزمالك المصري، مباراة ستكون حماسية أكيد، يعني منتظر أكثر من 25 ألف مناصر سيكون حاضر هنا في ملعب 5 جويليا الأولمبي تلبية لنداء أشبال نبيل الكوكي الذين يحتاجون للجمهور الذي سيكون حاضر هنا في مدرجات ملعب 5 جويليا الأولمبي. مباراة ستكون صعبة وستكون حماسية أكيد بين فريقين يعني يلعبان آخر الحظوظ من أجل التأهل إلى دور الربع النهائي، خاصة بعد التأكد من نتيجة المباراة الثانية بين المريخ السوداني ونادي الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف لكل طرف. الفوز فوز الشباب بأي نتيجة يعني التأهل إلى دور الربع النهائي، هذه هي آمال اللاعبين وهذه هي آمال المدرب نبيل الكوكي، والذي في آخر ندوة صحفية أكد على ضرورة التركيز في هذه المباراة، ضرورة التعامل بحذر وخاصة اللعب على جزئيات صغيرة. يدرك حجم المباراة ودربي عربي دربي مغاربي، الفرص لن تكون كثيرة ويجب استغلال أنصاف الفرص، هذه هي يعني أبرز تصريحات المدرب نبيل الكوكي في الندوة الصحفية. من الجانب الفني وفي آخر تحضيرات الفريق يعني ما عدا غياب شعيب كداد بسبب العقوبة كل اللاعبين جاهزين، يعني عودة مختار بالخيطر الذي شفي من الإصابة، عودة اللاعب بالخير الذي اندمج رفقة تشكيلة فريق شباب بلوزداد، كل الظروف مهيئة من أجل تحقيق فوز مؤهل إلى الدور الربع النهائي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أنيس مزيان، كنت معنا مباشرة من ملعب 5 جويليا الأولمبي الذي سيحتضن المباراة بداية من الساعة 8:00. ونذكركم بأن المباراة ستكون منقولة عبر القناة الأولى، ويسبقها استوديو تحليلي مباشرة بداية أو قبل المباراة.
بدوره أنهى الممثل الثاني للجزائر في دوري الأبطال فريق شبيبة القبائل استعداداته لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي سهرة السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن 5 جولات المجموعة الأولى. ويكون المدرب ميلود حمدي قد ضبط تعداده عشية المباراة خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت مساء اليوم، حيث يعول على اللعب بالروح التي أظهرها اللاعبون في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الفارطة. هذا وقال مدرب الشبيبة ميلود حمدي على هامش الحصة التدريبية التي جرت أمس بملعب بن عكنون إن تشكيلته جاهزة لتقديم كل ما لديها من أجل الفوز وضمان التأهل نحو الدور المقبل. لا أعتقد أن نقطة واحدة تكفينا للتأهل، ولا أعتقد أن هذه المباراة حاسمة لأنه ما زالت هناك مباراة أخيرة. إذا تعادلنا سنبقي على فارق 3 نقاط عن بيترو، لكن إذا خسرنا المباراة الأخيرة وفاز بيترو على فيتا كلوب ستتعقد أمورنا. لهذا نسعى بأي ثمن للفوز بهذه المباراة لضمان التأهل رسميا إلى ربع النهائي، ولهذا السبب نعمل بجدية منذ نهاية مباراة فيتا كلوب. نركز جيدا على هذه المباراة، سنعمل كل شيء لمحاولة الظفر بالنقاط 3 أمام بيترو. نعلم نقاط قوتهم وضعفهم، لكنها لا تعني شيئا بين مباراة وأخرى. ننتظر أن تكون مباراة معقدة، وهو ما تحدثت عنه مع اللاعبين، وهو تأكيد الفوز المحقق أمام فيتا كلوب، أمام بيترو داخل الديار وأمام أنصارنا وكل عشاق هذا النادي، وعدم انتظار هدية في المباراة الأخيرة، لأننا نعلم أنها ستكون أكثر تعقيدا هناك. إذن الهدف رقم 1 بالنسبة لنا الآن بعدما فتحنا بابا نحو ربع النهائي هو محاولة فتح الباب الثاني أمام بيترو، حتى وإن كانت المهمة تبدو صعبة لأنهم من جهتهم يعلمون أن الهزيمة تقصيهم، وبالتالي ستكون مباراة معقدة لكلا الفريقين. سنقدم أفضل ما لدينا ونرجو حقيقة أن ما نقدمه في التدريبات يؤتي أكله أمام بيترو. في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية تنقل اليوم فريق اتحاد الجزائر إلى زامبيا تحسبا لملاقاة نادي سانت إلوي في الجولة 5 من دور المجموعات. وغادرت بعثة الاتحاد في الفترة الصباحية نحو مدينة ندولا الزامبية، أين سيواجه زملاء بلعيد ممثل الكرة الكونغولية يوم الأحد المقبل بطموح تحقيق نقطة على الأقل يضعون بها قدما في الدور المقبل. على هامش الحصة التدريبية التي جرت أمس أبدى المدرب عبد الحق بن شيخة وبعض اللاعبين استعدادهم الكامل لهذه المباراة، وأكدوا عزمهم على تدارك نتيجة الجولة 4. نتابع تصريحات في ميكروفون التلفزيون الجزائري للزميل إسماعيل ميلودي. راح تكون تنتظرنا صعيبة وين راح نروحوا لزامبيا باش نلعبوا المقابلة تاع لوبوبو. إن شاء الله نكونوا كما نقولوا واجدين باش نحقوا باسكو ما عندناش خيار اخر، لازم نحقوا التاهل تما. ان شاء الله الجروب ان شاء الله يسنى على باله شو يسنى فينا، نضربوا مع لونترينر ان شاء الله كما يقولوا نهار المقابله نكونوا واجدين باش نعاودوا له بالتاهل من تما ان شاء الله. الحمد لله 3 بوان هذه اللي جبناها تاع شغل رجعت لنا لومبيونس شويه في الجروب، بخلاتنا نخدموا 3 ولا 4 جولات هذو ان شاء الله. الكوب دافريك ان شاء الله اللي مقابله اللي مش راح تكون سهله لا علينا لا على لادفيرسير، راح تكون 50-50، حنا نديروا اللي علينا ان شاء الله باه نوليو بريزيلت ان شاء الله تكون مليحه اللي تخلينا نتكاليفاو الدور القادم ان شاء الله. بريباريو كيما نقولوا باش ان شاء الله نربحوا الماتش، اذا جبنا ان بوان كيما نقولوا نجيبوا مهم نجيبوا لا كاليفيكاسيون من تماك ان شاء الله، ونتكاليفوا ان شاء الله ونفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. لاعبين جاهزين، كاين منهم عندنا اصابات، رضواني مزيان، كان مريلي الحمد لله رجع. هذه هي كرة القدم، وهذا هو كي تكون مقابلة تسلسل في المقابلات نظن باللي هذه هي، والحمد لله التعداد كاين، كان منهم شبان، الحمد لله ان شاء الله نكونوا يوم الاحد واجدين باش نولوا بتأهل ان شاء الله. محليا الآن تعثر فريق مولودية وهران من جديد عندما تعادل مع ضيفه شباب قسنطينة دون أهداف ضمن الجولة 19 لبطولة الرابطة المحترفة. المباراة جرت بملعب أحمد زابانة بوهران وعلق عليها الزميل سيف الدين بن زردة، وشهدت
العديد من الفرص السانحة للتهديف. في كرة لمولودية طهران، هنا التوزيعة، هنا كرة خطيرة ولكن العريضة، كرة لفريق مولودية طهران، كرة تلعب الراسية ولكن راحت بين بلايلي لفريق شباب قسنطينة ولكن راحت راح يا عنده الكرة تبقى لفريق مولودية طهران، فرصة مستمرة ولكن تضرب في الدفاع، التسديدة ولكن في القائم، الكرة على القائم، هجومية لفريق مولودية طهران على جهة اليسار بالعريبي يراوغ، ممتازة من هناك الراسية والتصدي، والتصدي من الحارس رحماني مولودية طهران، من هناك بوغطاية، التسديدة من مروان طاهر، كرة الهدف الأول وكرة تضيع، كرة تضيع وفرص، وحضرت صافرة الحكم سلطاني في هذه اللحظات. هذا وحقق اتحاد بسكرة الأهم لدى استضافته لأمل الأربعاء بالفوز عليه بهدف دون مقابل، مرتقيا إلى المركز السابع ب 27 نقطة. صور المباراة تتابعونها في مواعيدنا القادمة. إلى الحدث الرياضي الذي تشهده الجزائر، حيث فاز الدراج الجزائري يوسف رقيقي بجائزة الجزائر الكبرى للدراجات الهوائية التي جرت مساء اليوم في مسلك مغلق بشارع عسل حسين وسط الجزائر العاصمة على مسافة 82 كيلومترا. وكان رقيقي قد توج بالمرحلة العاشرة والأخيرة التي جرت أمس بين بجاية وتيزي وزو على مسافة 122 كيلومترا. عقب تتويجه بلقب الجائزة الكبرى، عبر يوسف رقيقي عن فخره وسعادته بهذا التتويج، لا سيما أنه تحقق وسط تشجيعات الجماهير الحاضرة بقوة على طول مسلك السباق وسط العاصمة. سباق هذا، أولا نشكر الجماهير اللي كانت مساندتنا اليوم، كما يقول لك اليوم جمعة، يوم مبارك، وإن كانوا قالي سيبورتر كما عرفنا البارح في تيزي وزو، اليوم في ألجي ثاني كانوا بقوة. الحمد لله يعطيكم الصحة، ليكيب يفي ان بون ترافاي، كيما يقول لك لا استراتيجي كانت كاع عليا، اون بليس لا بريسيون غران بريفيل دارجي في بلادنا، ميم لي بوان تاعو مهمين بالنسبة ليا كدراج وبالنسبة للاتحادية. نتمنى ان شاء الله نشوفوا مسابقات السنة القادمة أفضل من هذه وكبيرة على هذه. وش بالمناسبة نهنئ كل الشعب الجزائري على هذا الفوز، هذا الفوز كما يقول لك ماغري لي ديزيطاب تاع تور دو فرانس، مي السيركوي هذا كان سبيسيال. إلى الجيدو، حيث انطلقت اليوم منافسات دورة الجزائر الدولية بالقاعة البيضاوية بالعاصمة بمشاركة 29 دولة، وشهد اليوم الأول المخصص لفئة الأشبال سيطرة مطلقة لمصارعي ومصارعات النخبة الوطنية بنيلهم 45 ميدالية. التفاصيل ضمن تقرير دنيا حجاب. بعد مشاركتها الإيجابية في الدورة الدولية المفتوحة بتونس الأسبوع الماضي ونيلها للقب الدورة، ها هي عناصر النخبة الجزائرية تبرهن مرة أخرى على سيطرتها أفريقيا في فئة الأشبال وافتكاكها لأكثر من 45 ميدالية، منها 11 ذهبية. سيطرة الجزائر كل السيطرة، حيث حصلنا على 11 ميدالية ذهبية فئة أشبال، طبعا كانت سيطرة تامة، ودورة إفريقية كما هذه تمنح الشباب تاعنا احتكاك بالأجانب. دوي النشيد الوطني بالقاعة البيضاوية عدة مرات بفضل عباس رميسة، مجهد عبد الرحيم وأحمد بو يعقوب بعد نيلهم الذهب كل في وزنه. يوم تحصلنا على الميدالية الذهبية راسينا الوالة الحمد لله بعد تعب كبير، بعد حصلنا مشي هذه الخطرة الأولى ومشي هذه الخطرة الثانية. الحمد لله راني كلاس برومي مشي الأولى، ان شاء الله نشرفوا الجزائر في الشامبيونات دافريك اللي جايه، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل التدريبات الشاقه التي اشرف عليها بابا والمدرب تاعي اولي، والحمد لله نلعبوا ان شاء الله البطولة العالم وشكرا.
دورة الجزائر هي فرصة للمصارعين صنف أشبال من أجل كسب الخبرة وكسب نقاط أخرى في الترتيب الوطني مثل ما يطمح إليه الاتحاد الجزائري للعبة. وبالجيد نختم أخبار الرياضة لنهار اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، شكرا جزيلا لكم. تحيات الفرقة العاملة في هذه النشرة، أشرفت عليها ليلى بن فرحات وأخرجها رضوان حاج حمد، وهذا علي جعفر يحييكم بأمان الله.